عندنا مكالمة بناء على طلب صاحبه هذا حقه، كنا تناولنا أمر يخصه اللواء بكر سليم، اللواء بكر سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصد. عايزين نسمع بس كنا نرحب بيه الأول. يا سيادة اللواء مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الفل على أجدع اثنين في قناة النادي الأهلي. ربنا يخليك يا فندم. أهلا بيك يا حبيبي. قول لي حضرتك، إحنا ذعنا فيديو الحلقة الماضية في خصوص تقديرات حضرتك لصفقة حسين الشحات. حضرتك قلت الأهلي خده ب 185 مليون أو 180 مليون تمام من العين. أولا قبل ما أبدأ كلامي أحب أوضح لأنني باكن كل تقدير واحترام لجميع رموز النادي الأهلي على مر التاريخ، خاصة اللي عصرتهم بدءا من أستاذي سيادة الفريق أول عبد المحسن كامل المرتجي، مرورا بالكابتن العظيم صالح سليم، ثم الكابتن الفاضل حسن حمدي، والاخ الفاضل المهندس محمود طاهر، ثم الاسطوره اللي اسعدتنا جميعا حيث كنت اقل له كل تقدير واحترام، كابتن القدير كابتن محمود الخطيب. وانا اتشرف بانني بعتز بمعرفته عائليا لاني كنت زميل لشقيقه الاكبر كابتن وحيد الخطيب، وكذلك طبعا جميع نجوم كره السله في نادي الاهلي زملائي وأسدتي، خاصة سيادة اللواء نبيل إسماعيل، وكل التقدير والاحترام للمهندس عادل القيم الأستاذ إبراهيم المنيسي. وأنا اللي طلبت المداخلة لتوضيح ما أصير خطأ على لساني، لأنني فعلا قلت إن النادي الأهلي اشترى اللاعب حسين الشحات بمبلغ 185 مليون جنيه، وتناول الحديث طبعا بعض السادة الإعلاميين بصورة تهكمية أساءت بها شخصيا. والحقيقة انني اضطريت للظهور في بعض البرامج الرياضيه المحترمه لكي ادافع عن نادي مصر المقاصه، اللقوب بهجوم شديد اللهجه وغير مبرر وبطريقه غير محترمه من احد الساده رؤساء انديه الدوري الممتاز، اللي ذكر بان نادي مصر المقاصه نادي مفلس وبيبيع المباريات وفريقه هبط للدرجه الثانيه، لان فريقه السيد رئيس مجلس الاداره هبط للدرجه الثانيه، واشاع ان نادي مصر المقاصه باع بعض المباريات للفرق اللي تفوقت على ناديه ولم تهبط. فكان لزاما عليا ان انا دافع عن نادي مصر المقاصه اللي وصل الى المركز الثاني في يوم من الايام وصيف النادي الاهلي بطل الدوري، ولعبنا بطوله الانديه الافريقيه ابطال الدوري والبطوله الكونفدراليه، وكنا دايما الحصان الاسود، وطول عمر نادي مصر المقاصه هو مصنع النجوم وتخرج منه نجوم كبار نتشرف بانهم لعبوا للنادي الاهلي ونادي الزمالك وكبار الانديه داخليا وخارجيا. تمام يا فندم. كنا ولا زلنا من احسن الانديه اللي اتعملت في بيع وشراء اللاعبين، وتم بيعهم باعلى الاسعار، منهم جون انطوي وتراوري واحمد الشيخ وميدو جابر وايمن حفني وعمرو بركات ومحمود وحيد ومحمد ابراهيم، الى ان وصلت الى اغلى نجوم نادي مصر المقاصه وهو جوهره النادي اللي هو حسين الشحات. وان انا قلت بلغت القيمه البيعيه اللي طبعا انا اخطات في التعبير، لان انا كان قصدي اقول ان بلغت القيمه البيعيه الى نادي العين بان احنا اعرناه بمبلغ 600,000 دولار لمده 6 شهور، ثم تم بيعه الى نادي العين بمبلغ 4 مليون دولار، ثم تم بيعه من نادي العين الى النادي الاهلي بمبلغ 80 مليون جنيه، واخر ثاني فقط 80 مليون جنيه. تمام. هنا تمام. في الحسبه علاوه على ما تحصل عليه اللاعب ووكلاؤه اصبحت قيمته البيعيه 185 مليون جنيه، وكنت اقصد هنا بانني بفتخر بابن نادي مصر المقاصه بقيمته البيعيه زي ما نادي المولود العرب بيفتخر بنجمهم وابننا محمد صلاح. صحيح. وانا بوضح بانني لم اقصد اطلاقا قيمه شراء النادي الاهلي للاعب. الرجوع للحق فضيله، يعني اخطا لم اوضح ما اقصده. والحقيقه ان النادي الاهلي اشتراه بمبلغ 80 مليون جنيه من نادي العين، وانني كنت في حاله دفاع عن قيمه نادي مصر المقاصه، وهو نادي محترم ونادي شرفاء ونادي ما زال موجود ضمن ارضيه الدوري الممتاز. نفتخر باننا نقول بان مقابل لاعبين ومصنع نجوم وسيظل باذن الله يقدر يفوز على اعلى مستوى. كان لزاما علي المداخله من اصدقائي الاعزائي الافاضل المهندس عادل القيعي الاستاذ ابراهيم المنيسي لتوضيح الحقوق الحقيقه والامور، ومش عيب ان انا اقول اخطات في التعبير، والرجوع للحق فضيله.
الرجوع للحق فضيلة، ونعمل فضيلة والله يا ست اللواء، وأنت رجل فاضل بهذه المداخلة، لأن الحقيقة البعض استثمر هذا الرقم لإحداث مشكلة للاعب أما يتقال. ولذلك أنا حتى كان لي تعليق أعتقد أنه كان طريف، يعني أن الدولار اتحسب ب37 جنيه يعني. عندنا فؤوس حضرتك كنت بتقصد يعني. فأنا حتى في الآخر فطنت، ربما تكون الغلطة، وأنا قلت كده ربما تدوير اللاعب أكيد في حاجة غلط. ما علينا، إحنا أهم حاجة إن الناس تعرف الحقيقة وتعرفها من الحقيقة. بس ليا عتاب على أخويا الأستاذ إبراهيم البنيسي. اتفضل سيادة اللواء. إن لا يمكن بكر سليم يكون بيقصد أبدا الإساءة، لا طبعا، اللي خدوها بعض الإعلاميين، ولا ممكن إحنا خالص يكون قصدنا الإساءة لحضرتك طبعا. وقالوا كلام مش مظبوط، ولكن أنا أنت قلت حتة مهمة في الغربال. بإن أصدقائك و اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيلهم بهم. أنا من الأصدقاء ولا يمكن. طبعا لا أنت من يعني خيرة الأصدقاء والله. يمكن تعرضنا لحضرتك بالذات، لأن مواقفك دائما كانت مواقف موضوعية ومحترمة، فإحنا اتخضينا. بس لأن كمان دي تعمل مشكلة للاعب، وتعمل مشكلة إن النادي إزاي يدفع المبلغ الكبير ده. فإحنا الحمد لله إن اللي قلناه كان هو يعني في الحقيقة والصدق، والحمد لله أن هناك من الشجاعة والرجال الشجعان من يعترفون أنها كان خطأ ودلت لسان. ومن الأرض نحمد الله أن احنا برضو من العدل أن احنا كنا أتحنا لحضرتك الفرصة فأنصفتنا هذه الإتاحة، بأنك سيادتك أقريت أن احنا اللي قلناه هنا هو الحقيقة، وأن اللي قلته حضرتك كان خطأ في التعبير، وهذه شجاعة نشكرك عليها. ونرجو ان الملف ده بقى الناس تتداولوا على حجمه وحقيقته، والا يبقى فيه غرض والغرض مرض. وانا شرف ليا ان انا اتدخل معاكم، لان انا كان ليا برضو موقف، ويمكن انا تدخلت لما وصلت المرحله من الاساءه للكابتن محمود الخطيب المدرب المحترم، وكان في عز موجود الناس اللي اساءوا له، وطلعت وقلت انا بعتذر. ده صحيح الرمز المحترم، ده صحيح، عن نجوم نادي الزمالك بالكامل للشخص العظيم الكابتن محمود الخطيب، ولكم كل التحيه والتقدير. وانا بعتذر للمره الثانيه، لان انا لم اقصد هذا الكلام اطلاقا. شكرا سياده اللواء، يعني دي شيء من الكبار. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التوضيح المهم. اللواء بكر سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصه، واعتقد وضح لحضراتكم حقيقة ما قيل قبل كده على قيمة صفقة صلاح محسن حسين الشحات. ويبقى دائما وأبدا القول الحق هو الأساس. بص أستاذ إبراهيم، هذا نموذج لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات المحترمة في الوسط الرياضي. إحنا مش عايزين إنها تتبني على المجاملات، ما أنت ممكن واحد يخش يجاملك بالظبط، لكن هو لما يجي يقولك يعترف بشجاعة، يقولك والله خانني التعبير. أيوة. لا الحقيقه هم 80 مليون مش 185. ها هو كده بيرسي قاعده كمان، ان اولا بياكد ان احنا ناس لا نتقول بالباطل، ودائما نلتزم بالموضوعيه والحقيقه. تاني حاجه هو بيتسم بالشجاعه والسلوك الرياضي القويم، فلابد ان يحيى، ولابد ان ندعم مثل هذه القيم والعلاقات.